الإخوان، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في حلقة أخرى من حلقات القرعة الأمريكية. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وجميع العرب في جميع الدول العربية والمغاربة خاصة والعرب عامة. فاليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على بعض المعلومات وبعض الإجراءات وبعض يعني الأمور اللي كتخص الناس اللي فازوا في القرعة 2021. إذن أول حاجة نبدأ بها هي واحد الخبر اللي صدر من مكتب كنتاكي، وهو بالأخص يخص المواعيد. فإذن كل المواعيد أصبحت رسمية ستجرى يوم يناير، يعني شهر يناير 2021. يعني المواعيد اللي هما لي رونديفو لي زونتروتيان غيكونوا غيبداو من يناير 2021، يعني ما بقاوش غيكونوا في اكتوبر نوفمبر ديسمبر. دابا يعني كل شيء غيصيفط الدي اس، يصيفط الوثائق ويتسنى حتى يناير 2021. من هذا خبر اصبح رسميا عن مكتب كنتاكي، واللي بغى يتاكد راه يمكن ليه يتصل بمكتب كنتاكي غيعرف المعلومه. اذن هنايا هذا خبر الاول، ف يعني هذا حاجه جديده اصبحت رسميه، ماشي كما الاعوام الاخرى عام 2019 عام 2018 عام 2017. يعني كانوا المواعيد كيبداو من شهر اكتوبر نوفمبر ديسمبر، يعني الاغلبيه الارقام بعد الصغيره كانت في هذه الاشهر كانوا كيبداو المواعيد. اما الان فاصبحت يعني المواعيد بصفه عامه ستبتدئ من شهر يناير 2021. هذا خبر يعني رسمي. ثاني حاجة غنهضروا عليها فيما يخص إرسال دي اس وإرسال الوثائق. لا زال بعض الإخوان لم يرسلوا دي اس 160، وصراحة لا أعرف ما هو السبب ولماذا. ويعني ربما هناك أسباب، كاين اللي يعني جواز السفر ديالو انتهت صلاحية وخصو يبدلو، يعني يأخذ شيء من الوقت. هناك من يقوم بمراسم مثلا إجراءات الزواج أو شيء من هذا القبيل فيتطلب بعد الوقت. لكن يعني أي دابا دازت شهرين ولا علين شهرين على نتائج القرعة، فإذن لاش غندير أنا هاد الروتر ما غاديش نرسل الدي اس 260 عفوا. إذن الله يجازيكم بخير الناس اللي صافي يعني ما عندهمش شي إجراءات كتغيير جواز السفر أو إجراءات زواج أو شي وثائق يعني استعصت عنهم نظرا لهذا الكوفيد 19، فحبذا أو يعني يسرعوا في هذه الإجراءات. لاش كيديروا الوقت وكيديروا الروتار، يرسلوا الدي اس 260 في الوقت وغير يرسلوه ينتقلوا الوثائق. فهنا عاوتاني نقطة أخرى غادي نهضر عليها بالنسبه للوثائق. الله يجازيكم بخير. داك المره هضرنا وفسرنا للناس وفسرنا واش الناس مازال كيتسائلوا واش غنرسلهم بعد ما رسلت الدي اس، ولا نتسنى حتى تجيني الرساله ديال ارسال الوثائق، ولا ما عرفتش شنو غادي ندير ولا. فالله يجازيكم بخير الاخوان. ما يعني ما دمت انت فائز في القرعه 2020 وارسلت الدي اس 260، فلا حرج أن ترسل الوثائق مباشرة بعد إرسال دي اس 260. أنا أقولها وأتحمل مسؤولية ما أقول، لا حرج هناك، ما كاينش حتى شي مشكل، ما كاين لا ما يعني ما كاينش واحد من قرعة 2018 19 و20 وهذا دابا 2020 حتى واحد موقع عليه شي مشكل، رسل دي اس 2260 وارسل موراهم الوثائق، ما كاينش واحد وقع عليه شي مشكل. وحتى المكتب ديال كنتاكي تراسلوهم ولا اتصلوا بهم غيقولوا لك ما زعما ما غاديش يفيدكم شي حاجه، يقول لك لا حرج ما فيهاش شي مشكل. بالاحرى كاين الناس اللي بداو كيتسناو انه تيجيهم الرساله ديال ارسال الوثائق، كيتسناو واذا به تعطلوا بزاف. الناس رسلوا الوثائق وتعطلوا وما جاهمش كاع الرساله ديال ارسال الوثائق، وهما يعني تعطلوا ما رسلوهمش، يعني راه غيكون هذيك الساعه مشكل راجع لاما للشبكه او للريزو كما كنقولوا، او يعني الايميل ما خدامش ولا الايميل تغير ولا الايميل فيه شي غلط ولا. يعني هنا بعد الاخطاء اللي قاموا بهم الاخوان يوم ملء استمارات دي اس 260 كيغلطوا في البريد الالكتروني. فهنا الله يجزيكم بخير، حاولوا ما امكن
تراجعوا عاود نكررها غيتم الاود اس 260 حبه هذا لو تراجعوه مره اولى ومره ثانيه ومره ثالثه وعاد ترسلوه يعني خذوا وقتكم الكافي في ملء دي اس 260 وتحققوا منه وتحققوا من جميع المعلومات وعاد ارسلوه باش ايفيتيو تطيحوا في شي خطا ولا هذا من جهه من جهه ثانيه كما قلت على الوثائق الناس يعني مازال كتقول لك لا واش هاد الوثيقه غادي نترجمها واش ما غاديش نترجمها واش نصيفطها هكا وانا راني مزيود في بلاد وحده اخرى وعاد جيت هنا في المغرب يا اخوان هناك اناس انا اتكلم مع اخواننا المغاربه خاصه واخواننا العرب في كل دوله عامه اي شخص يعني مزيود ازداد في بلد ما يجب عليه ان يسحب من بلده الاصل اينما ازداد أن يسحب عقد الازدياد يعني أنت مغربي وتزاديتي في السعودية راه غادي يجيك متمشي للقنصلية ديال السعودية تسحب عقد الازدياد ديالك أنت مغربي وتزاديتي في فرنسا راه غتمشي للقنصلية ديال فرنسا تسحب عقد الازدياد ديالك وتصيفطو إذن هادو أمثلة كنعطيها يعني باش ما توقعوش في الأخطاء الله يجازيكم بخير وكما قلت الوثائق راه ليس هناك مشكل ان ترسلوا الوثائق بعد ملء دي اس 260 صافي عمرتي دي اس 260 ساليتي منه سير جمع الوثائق ديالك يعني اللي شرط لهم حسن السيره عقد الزواج بالنسبه للمزوجين شهاده تجنيد جواز السفر جمع الوثائق تمشي تسكانيهم تصيفطهم في داك لي زيمان اللي هضرت عليها في الحلقه الماضيه إذن هنا الله يجزيكم بخير هاد النقاط هادو ما نعاودوش نكررهم مرة واحدة أخرى نهائيا ثاني حاجة ثالث نقطة غادي نهضروا عليها بالنسبة للإخوان اللي استعصى عليهم مثلا يجيبوا شي ورقة نظرا لهذا كوفيد 19 ومثلا الناس اللي غيروا جواز السفر ديالهم كان عندهم صفتوا مثلا دي اس بجواز سفر قديم وانتبهوا ان مدة الصلاحية راه تسالات وغادي يجددوه ويعني هادو التساؤلات وبعض المشاكل اللي كيطيحوا فيهم فبالنسبة لجواز السفر اللي صفت فمن الدي اس بجواز سفر الاول زعما قديم وانتبه ان مده صلاحيه انتهت غيجدد جواز السفر وغادي يصيفط واحد الايميل غير يجي يصيفط الوثائق يسكاني جواز السفر القديم وجواز السفر الجديد غيسكانيهم بجوج وفي قلب الايميل يكتب رساله تفسيريه ولا توضيحيه لماذا غير ما هو سبب تغيير جواز السفر وأغلبية الأحيان كيكون تغيير جواز السفر هي انتهاء مدة الصلاحية إذن هذه مسألة حاولوا انتبهوا لها الله يجزيكم بخير غير عندما ترسلون الوثائق بالنسبة للأشخاص الذين غيروا جواز السفر يجب عليهم إرفاق الصور وإرفاق الوثائق برسالة توضيحية يوضحون فيها سبب تغيير دي اس 100 تغيير عفوا جواز السفر هذه حاجه مفروغ منها يعني باش ما تبقاوش في ذاك لودوت ديال انا راني صيفطت بجواز سفر قديم ودابا راني غيرته واش ما غيوقعليش مشكل نهار المقابله ولا راه كل حاجه عندها حل صافي نهار صيفط الوثائق عمر ايميل اكتب فيه ايميل توضيحيه اكسبليكاتيف انها ها السبب علاش غيرت الاخر وراه الناس هنا ديال كنتاكي راه كيفهموا اي حاجه وكيقدروا اي حاجه وعارفين هاد المسائل وعارفين تاهما راه الناس كاين اللي عنده الباسبور 4 سنين هذه ولا 5 سنين هذه وراه صافي تسالا خصو يجددوه خصو اذن لا داعي للقلق نهائيا اقولها وتحمل مسؤوليتي لا داعي للقلق نهائيا وتنهار ديال المقابله عاوتاني مازال غادي نهضروا دابا كنهضروا مرحله بمرحله باش ما يكثرش عليكم معلومات كل مرحله غادي نوصلوا ليها غنهضروا عليها مازال غنهضروا على ان شاء الله يوم غير يجيكم الرساله ديال الموعد يوم شنو هما الاجراءات ديال الفحص الطبي شنو هما الوثائق اللي خصك ترجم ولا ما خصكش ترجم يعني بزاف ديال الاجراءات مازال غنهضروا عليها ان شاء الله مستقبلا فالله يجزيكم بخير هادو نقاط ومعلومات وصلتنا عن طريق المكسب كنتاكي وبالطبع راه صدق عليها الرئيس ترامب إذن هنايا هادو هما
المعلومات اللي خصكم تكونوا عارفينها. فنتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله، والله يجزيكم بخير. اللي عنده شي سؤال ولا شي استفسار ولا ما فهمش شي حاجه يراسلنا بكومونتير، راه كنجاوبوا لي كومونتير، واخا صراحه الوقت شويه راه لا يسمح، ولكن راه كنجاوبوا على لي كومونتير، ما كاين حتى شي مشكل، على الراس والعين. الناس اللي شافوا لي باج ديالي في الفيسبوك يراسلوني، صيفطوا لي ميساج في الفيسبوك، ما كنجاوبهم ما كاينش مشكل. فبالعكس حنايا حتى حنا تعلمنا واستفدنا من بزاف ديال الناس، كنبغيو هاد المعلومات اللي كنعرفوهم نوصلوهم للاخوان ديالنا سواء في المغرب سواء في البلدان الاخرى. فنسألكم الدعاء، منكم الدعاء، ادعوا لنا وبالتوفيق، وحنا بدورنا ندعو لكم بالتوفيق. الله يسهل الامور لكل واحد، وان شاء الله اي معلومه غتوصلنا عاوتاني ان شاء الله. حنا الحمد لله حنا في هذا البلد راه دغيا كنسمعوا المعلومه، ودغيا كنتصلوا بالمكتب كنتاكي، ما كيبخلوش علينا بالمعلومات، وكنحاولوا نوصلها لكم عن طريقه كفيديو توضيحي في كل حلقه من الحلقات ان شاء الله القادمه. سوف نوافيكم بالجديد. فالسلام عليكم ورحمه الله، ولا تنسونا بالدعاء وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. السلام عليكم.